تالي علال، تالي علال بن محمد قالت لينا هاد الكليد عما جوج ونص ديال النهار قاعدين يلا حتى الى الغدا كنتغداو، سمعت الباق في المحل دخلت ليه تلقى العافية شعلت فيه، بغيت نغيتها درات عليا العافية، درات عليا العافية هرب مشيت طفيت الورك على المكانة ديال الضو طفيتها، خرجنا عيطنا الرجال المطافير، الرجال المطافير ما جاو حتى مشات الفراش كلشي على قدو، مشى الفراش كلشي، يا جاو الرجال المطافير لقاو العافية مشى وبقى يمد. بعد تمشيت المدينة طفيت المدينة هربت الدراري برا، هربت المدينة برا الدراري هربتهم تول حيت ديال الروضة وليت نشوف المحل العافية غلبت عليا، شدت في الحوايج غلبت عليا، ما تقبلش ليا باقي ما جاوش، وليت كنجري برا كنجري ما عرف فين بوان ميا ما جاو تا دابت العافية الحويجات كلشي مشاو بحال هادو، قالت الله هو هذا ما عندنا ما نديرو ما كاينش شي محسنين ولا شي حاجة الله يجازيهم بخير، سردين قريب في شركة داك الشيء كان مع عجبي وليداتي الكالي تسلط علينا الله عندنا ما نديرو. مرت بهذا الامر بخير، مرت بهذا المرض مرض السرطان، وكنخلي وليداتي هنايا، يلاه جيت درت الحصه الاولى لقيت الدار تحرقت، هاد البيت مجمع فيه حويجاتي وشغلي وعن الناس اللي معاونيني، ودابا الحمد لله انا بغيت غير شي معامله ومعاونه لك هنا، الله ينصر سيدنا ويحنا القول يا رب، الحمد لله راه الناس اللي معاونيني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.